بابا. نعم. أني لعبة. لعبة إيه دي يا رنسي؟ لعبة مش عارفاها، بس أنا لما شفتها عجباني. عجباكي؟ لا بس دي غالية قوي. طب ما عايزاها نفسي فيها. طب ما نخليها مرة تانية. طيب أنا عايزاها دلوقتي. يا رنسي اسمعي الكلام، خليها مرة تانية. لا أنا عايزاها دلوقتي. لا زن بقى، مش عايز، مفيش لعبة. لا انا عايزة. لا مفيش. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اهلا مالك؟ ماما مرضتش تجيبلي لعبة. تعالي. طيب زن 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 في كل حتة، عايزة لعبة لعبة لعبة. وبعدين هي كانت ماشية كويس جدا، وبعدين فجأة لما جت عند اللعبة دي بالذات لقيت حالها اتغير وعايزه شطانه فيها، مع ان اللعبه ما فيهاش اي حاجه مغريه، هي علبه سودا كده ومعرفش مكتوب عليها ايه بالاحمر كده، ما فيهاش اي حاجه مغريه، ولا عروسه ولا مكعبات ولا حاجه خالص، علبه سودا بس. ايه اللي مخليها متمسكه بالعلبه السودا دي؟ ده اللي هيجنني. عشان هي قالت لي، بتقول لي اللعبه بتنادي عليا، هي مقتنعه. بتنادي عليها ايه؟ هو في حاجه اسمها بتنادي عليها؟ احنا نروح الحفلوله بتاعتك. كان اسمها صوت جرس الباب. اروح اصحي ماما ولا بلاش؟ خلاص انا لو ما افتح. مين؟ مين كان بيضرب الجرس؟ لعبة؟ مش مصدقين. ايه ده؟ بس بقى تعالي بقى. ايه ده؟ قمر الدين بقى. عصير قمر الدين ده هيعجبك قوي. هو شكله بصراحه حلو قوي، يعني بصي تقيل ازاي. بصراحه حلو شكله، وبعدين ريحته حلو. من غير سكر كمان. لا حلو قوي. خفت. قولي لي بقى، رانسي لسه زعلانه؟ بس انت اول مره ترفض لها طلب يعني. بصراحه اللعبه كان شكلها للكبار، يعني انها حاجه سودة كده وعلبه شكلها غريب، فانا عشان كده ما جبتهالهاش. لو هي سمعت الكلام وبطلت زن، انا هجيب اللعبه دي وهعملها لها مفاجاه، بس من غير ما هي تحس. بس لازم الاول اشوف اللعبه دي ايه اللي فيها علشان اطمن. خلاص انا هبقى اروح المحل ده واشوف اللعبه اللي انت بتقول عليها دي، واشوف ايه يعني بيلعبوها ازاي وطريقتها ايه، وهبقى اقول لك لو تمام نجيبها. بصي والله انا مش مطمن، انا مش عايزك حتى تروحي المكان ده، لان المكان ده زي ما قلت لك مكان كده في شارع مهجور، ما فيهوش عمارات، ما فيهوش حد خالص، ومفيش غير المحل ده، فانا خايف عليكي من المكان، لان المكان فعلا شكله مريب، وبعدين مفيش غير واحد بس اللي بيشتغل في المكان ده، فانا خايف عليكم. انا مبسوطه ان اللعبه بقت عندي خلاص. اروح اسال بابا ولا لا؟ لو رحت سألت بابا ياخدها مني، مش هيديها لسامي. اعمل ايه بقى في الورطة دي؟ انا مش عايزة اضيع اللعبة مني، عايزة العب بيها، بس يمكن بابا جابها لي مفاجأة عشان بابا بيحبني. هو كان بيهزر والقلب جد. يمكن هو مبيحبش يزعلني، بس في نفس الوقت انا خايفة ان هو ياخد اللعبة دي مني وميديهاليش تاني. طب احنا لازم نروح نشوف اللعبة عشان نعرف نجيبها، ما يمكن ما يطلعش فيها حاجة اصلا، يا بنت انت بتهيألك بس. خلاص اتفقنا، يبقى نروح انا وانتي نروح لنفس المكان ده، بس من غير ما رانسي تعرف، ونعملها لها مفاجأة، نجيب لها اللعبة من غير ما تحس ونعملها لها مفاجأة. خلاص ان شاء الله اكيد هتبقى مفاجأة حلوة، وهي هتنبسط جدا بيها، يعني لان هي ايما نايمة تحلم بيها. سيبك انتي، ايه رأيك بقى في الكحك اللي انا جبته لكم النهارده؟
اه تحفه بصراحه، جميل قوي ونضيف كمان. هو جميل قوي بصراحه، انا عجبني يعني، لان هو يعني مكان حلو وشكله حلو، وانا بحب نوع معين من الكحك مش من كل الكحك. طب ما تقوم تجيب لنا شويه منه دلوقتي نجربه، وسلام بقى بشويه شاي وقهوه كده جنبهم. يا سلام. خلاص هقوم اجيب لك كحك. خلاص يبقى بكره ننزل، فاضل البيجامة ترانسي بتاعت العيد، نروح نجيبها ونعدي على محل اللعب ده نشوف لها اللعب، عشان لما يخش عليه العيد كده تخش شويه فرحانه. طيب انا هقوم اعمل لك قهوه واجيب لك الكحك عشان تدوق. ماشي ماشي. ايه مالك؟ صح النوم؟ انا مجاليش نوم ابدا. ليه مجاليش نوم ليه؟ بس في حاجه شغلاني. ايه اللي شغلك يا رانسي؟ هتسألك سؤال. طب اسألي يا حبيبتي مفيش مشكلة. لو في حد نفسي في حاجة ولاقيها يرجعها لصاحبها ولا ياخدها؟ لا طبعا، لو حد لقى حاجة مش بتاعته لا لازم يرجعها لصاحبها. ولو ما عرفت مين اللي جابها لي؟ يبقى لازم تسألي عشان تعرفي. ممكن اسالك سؤال تاني يا بابا؟ ايه كتر الاسئله دي بس، قولي يا ستي. بابا ما انت جبت لي اللعبه دي. انهي لعبه؟ اللعبه اللي انا كنت عايزاها. لا مش احنا ما جبناهاش في المحل وسبناها. الصراحه يا بابي حصلت حاجه النهارده خايفه اقولها لك. لا يا رانسي قولي، هو في حاجه اسمها خايفه؟ في حد يخاف من بابا؟ عارف يا بابي اللعبه اللي انا كنت نفسي فيها ما جبتهاش؟ اه عارف يا رانسي. الصراحة يا بابي هقولك الصراحة، اللعبة معايا. معاكي ازاي يعني؟ ماما جابتها لك؟ لا انا لقيت بس الباب الشقة ضرب الجرس وانا سمعت كده ما لقيتش حد، فجأة لقيت اللعبة. يا سلام، يعني الجرس يضرب تفتحي الباب ما تلاقيش حد وتلاقي اللعبة يعني كده جت من الهوا يعني؟ اكيد مامتك جابتها لك. لا والله يا بابي انا يمكن حتى جابها لي والله، انا ما كنتش عارفه ان هي تحت. طب لو انت بتتكلمي جد وريها لي بقى، وريني اللعبه دي فين. حاضر يا سنه واحده هجيبها لك. ايه يا بابي؟ ايه ده؟ دي هي نفس اللعبه. بس انا ما اعرفش مين اللي جابها لي. ازاي ما تعرفيش؟ هو في حد بيحط لك اللعبه كده يعني؟ اللعبه دي انا قلت ما تخشش البيت، ولو دخلت بيت انا هكسرها. يا شيماء. نعم. تعالي عايزك. حاضر جاي. هو انا مش قلت اللعبه دي ما تخشش البيت؟ لعبه ايه؟ اهي اللعبه اللي كانت رانسي عايزاها النهارده. ومين جابها اصلا؟ انا شفت كده واحد كده حط لي اللعبه وانا الصراحه جبتها من غير قصد. ايوه مين الواحد ده؟ انت جبت لها اللعبه؟ محمد انا ما جبتش حاجه، انا اصلا اول مره اشوفها. ايوه امال مين اللي جاب لك اللعبه؟ ما اعرفش. خلاص خلاص انت شفتيه اللي جابها لك؟ انا والله ما شفتوش. طيب ازاي يعني في حد يعني عيلوا يا جماعه، في حد يجيب لعبه وبعدين في نفس اليوم اللي احنا رفضناها وانا قلت لا ما تجيش اجي الاقيها على باب شقتي؟ ازاي؟ طب ما نشوف الكاميرات بره ممكن نلاقي كاميرات. ما انت عارفه ان الكاميرات بقى لها اسبوع بايظه. اه صح. ومش عارفين نشغلها لان المهندس مش موجود اللي شغلها قبل كده. رانوسا يعني هو الجرس ضرب وانت فتحتي ما لقيتيش حد ولقيتي اللعبه بس على الارض؟ والله انا هقول لكم الحقيقه. قولي. هقول لك اللي حصل يا ماما. قولي يا روحي. الجرس ضرب. وبعدين؟ بعد كده كنت بقول مين مين مين. في حد رد عليكي؟ محدش رد؟ لا. وبعدين؟ لما فتحتي بقى الباب. لما فتحت الباب كنت اقول مين 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 مين. برضه ما لقيتيش حد. اه. بصيت يمين وشمال ما لقيتش حد. وبعد كده لما بصيت تحت لقيت اللعبة. لقيتي اللعبة لوحدها؟ طيب هو احنا من امتى بناخد حاجة مش بتاعتنا؟ حتى لو انت لقيتي اللعبة على باب الشقة ليه اخدتيها ودخلتيها البيت؟ والله بسرعة انا كنت فاكرة ان بابا هو جابها لي مفاجأة. طب مش انت عارفة ان بابا دخل ينام وانا دخلت انام، منين بابا هيجيبها لك مفاجأة ويحطها على الباب وهو نايم جوه في الأوضة؟
اللي حطها على الفوق وضربت. طب هو الموضوع بصراحه انا مستغرب يعني، اليوم كله من اوله غريب من ساعه ما رحنا المكان اللي احنا رحناه ده يعني، واليوم من اوله غريب. انا هتصل بيهم ايه اللعبه أشوف دي اساسا؟ انا هتصل بيهم، هتصل بيهم. ايوه هي اللعبه دي ايه اصلا؟ ما انا هتصل بيهم من الاول. عايز اعرف ايه دي. هتصل بيهم. اللعبه دي فوق ال 16 سنه، مش بتاعت اطفال خالص. ايه ده؟ ده الرقم بتاعهم اصلا ده غير داخل في الخدمه. ايه ده؟ ايه اللعبه العجيبه دي؟ رنوسة حبيبتي امي هتيجي ميه من الثلاجه عشان انا عايزه اقول لبابا حاجه. امي روح وخلاص بقى، خليها تاخدها تلعب بيها وخلاص. ايوه ما هو برضو يعني مين اللي جاب حاجه زي كده؟ مين اللي جاب اللعبه اللي هي كان نفسها فيها؟ ما تركزش في التفاصيل دي خلاص، هي اللعبه جت وخليها تلعب بيها وخلاص. انا مش عارفه انت عامل مشكله ليه. انت بس متساهله خالص معايا. انت على طول بتكبر المواضيع وبتعمل مشاكل. ما ترجعوش بقى بعد كده لما يحصل حاجه، ما ترجعوش تندموا. هيحصل ايه؟ دي لعبه. ما اعرفش اي حاجه ممكن تحصل من اي حاجه. لا لا دي لعبه، مش هيحصل حاجه. ما تكبرش انت بس المواضيع وتقفرها. رنوسه حبيبتي تعالي يا روحي. خلاص انا اقنعت بابا وبابا وافق انك تاخدي اللعبه تلعبي بيها. يلا خدي. مبروك اللعبه اهي جات لك اهي. يلا تزعليش بقى. يلا مبسوطه؟ طب يلا جهزي بقى نفسك عشان نلعب اللعبه دي دلوقتي. طيب يلا.